مشاهدينا بدي احييكم مع الام تي في حلقنا، واليوم بدنا نفتح موضوع السائقين العموميين وكل التحديات اللي عم واجهوها، وهن لانه ما عندهم مصدر رزق الا هالسياره. واليوم كل هالتحديات اللي عم تحصل امام كل القطاعات الانتاجيه، كمان هذا القطاع عم يتأثر بكل الأمور، إن كان من ناحية التزاماته مع الضمان الاجتماعي، إن كان من ناحية أسعار كلفة المحروقات، إن كان بالوعود يلي وضعت من قبل رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والنقل، بقيت وعود. إنما السائق العمومي اليوم بعده سائق عمومي، عم بيجاهد حتى يقدر يطلع كوتو اليوم لإله لعائلته بالوقت يلي لو توفرت الوعود يلي انوعدوه يمكن كانوا أفضل حال مما هم عليه. فأهلا وسهلا فيك رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل أستاذ مروان فياض. شكرا لك ست ربيكا، شكرا تلفزيون ام تي في، مسي صباح الخير لمستمعيك الكرام. أهلا فيك. طبعا اليوم يعني التقيتوا مع دولة الرئيس، رح انطلق من هون لأنه بالنتيجة المطالب كانت معروفة وضعتوها أمام دولة الرئيس، وكان في على أساس وعود صح، ولكن من بعد هذا اللقاء واللي صار شو تحقق من هالوعود؟ شو كنتوا موعودين؟ يعني صار في عدد لقاءات مع دولة الرئيس مئاتي وزير النقل ووزير الداخلية. كنا اتفقنا أنه يعطوا السائقين العموميين بنزين مدعوم، يعطوه بطاقة تمويلية، يعطوه 500,000 بدل التغيير، ولكن كل الوعود اللي انطلقت من رئيس الحكومة ما شفنا شيء منها، ولا تنفذ شيء أي موضوع من الثلاث مواضيع اللي وعدونا فيه. يعني لن دعمتوا بتنك البنزين، لن دعمنا البنزين ولا أخذنا بطاقة تمويلية ولا 500,000 والبطاقة التمويلية نعودنا بسلامتك. نعود بسلامتك. حتى التعويض يلي كان عم تاخدوه على مراحل بفتكر ما وصل لكل السائقين. لا بس 50% ما قبضوا، ما قبضوا 500,000 ولا مرحلة، ولا مرحلة قبضوا. 50% قبضوا مرة و 50% ما قبضوا ولا مرة. كمان هلا بننسيون؟ هلا نسي اكيد، نسيناها من زمان. نسيناهم من زمان. من زمان نسيناهم. من زمان نسيناهم. لأنه هذا الحكومة بتقعد وما بتوفي. يعني وين راحوا المصريات اللي كانوا بيعطونا السائقين؟ عندك 33,000 تاكسي، 4,000 ميكروباص، 2,800 أوتوبيس، وين راحوا المصريات؟ وين تبخروا؟ هودي اللي عم تحكيهم، هودي المسجلين وشرعيين. الشرعيين. هو شرعيين. غير الشرعيين. الدافي ما بيلون. عندك المينيباص عندك تقريبا بال 20,000 مزور، عندك تاكسي بال 25,000 مزور، عندك الأوتوبيس يلي هو من فوق ال 24 راكب بال 25,000 مزور على جميع الأراضي اللبنانية، لا محاسيب ولا رقيب. يعني عندنا اليوم كثير قوانين حلوة، قوانين كثير ممتازة، بدنا قوى الأمن ووزارة الداخلية تطبقها. للأسف لا قوى الأمن عم تطبق على الأراضي اللبنانية، ولا عم يطبقوا قانون العمل ولا قانون السير. هيدا زيد عليا الخصوصي. هلا جينا التوك توك. والتوك توك. التوك توك هلا فات جديد، إنه كيف فايت التوك توك لأي زعيم سياسي فايت على لبنان؟ عم يتوزع بكل الأراضي اللبنانية بالقانون، ما إله حق يسجل، ما إله حق يشتغل، قانون العمل واضح وصريح، ولكن ما إله حق ينقل الركاب. عدا عن الشركات الخاصة اللي تعمل على التطبيق مثل بولت، عم يشتغلوا هلا تاكسي على التطبيق دون ترخيص من وزارتي الداخلية والنقل، عم يشتغلوا تاكسي على الموتوسيكلات. وين الدولة؟ وين القوى الأمنية؟ وين حفاظا على أرواح الناس؟ روح ناس تركب على الموتوسيكل توصلها لمسافه بعيده او مسافه قريبه لياخذ تاكسي على الموتوسيكل، ما عيب؟ نحن وين عايشين؟ باي دوله؟ اي دوله مزرعه؟ هودي مين بيحدد لهم تعرفي تبعهم؟ يعني كل واحد بيشتغل على حسابه. يعني اليوم وزاره النقل مفروض تحدد التعرفه، اللي حددت الان وزاره النقل لم تحدد التعرفه. نحن كاتحاد تلقينا شكاوي من الركاب ومن السائقين على التعرفه، انجبرنا نوضع التعرفه كسيرفيس على 50,000 ليرة لبنانية، وتقريبا 90% التزموا فيه، وفي عالم تدفع 40,000 وعالم عم تدفع 50,000، لأنه والله يساعد الناس والله يساعد الموظفين. يعني من 2,000 لل 50,000؟ صح، من 2,000 لل 50,000. يوم تنقل البنزين 605,000 ستنا. قطع الغيار شوفير التاكسي عم يشتري قطع الغيار عم يحسبوه على 35,000. يعني كل قطاع النقل من سن من تاريخ الدولة استقلال الدولة اللبنانية حتى الآن لن يمرق بهذه المرحلة مثل ما هلأ مرق قطاع النقل. كل القطاعات يعني هلأ عم بتعاني كثير، بس قطاع النقل لأنه بيعتمد على المحروقات، يعني على موضوع يعني البنزين. يعني ستنا كل دول العالم، هذه سوريا حرب وضرب، بعد اللي هلأ عم يساعدوا السائقين العموميين
وين الدولة اللبنانية والوقود اللي عطتنا إياه؟ ما بيعطونا تانكتين بنزين مدعومة من الدولة اللبنانية. وين الوقود؟ ثلاث أربع اجتماعات مع دولة الرئيس ووزير الداخلية ووزير النقل، لا شفنا وقود ولا شفنا بطاقة تموينية ولا شفنا 500,000. تاركين شوفير التاكسي كيف على حاله 12 ساعة و 18 ساعة، يوم نحن جزء من الشعب اللبناني. إنه الدولة اللبنانية لشو تركت 33,000 عائلة تسحب الشارع، يوم الشوفير التاكسي اللي بده يصلح سيارته ما بقى في صلحها. أكثر من هيك، أنا عندي شوفيري بدهم يعملوا عملية لعيونهم، عم يطلبوا منهم 700 دولار و 800 دولار. الضمان الاجتماعي بيحاسب على 1500 ليرة. ايه هلا موضوع الضمان كمان، يعني في كتير امور بين الضمان والسائقين، مش من اليوم، من قبل، وباليوم زادت اكثر. زادت 90%. 90% زادت، صحيح. طيب اليوم اذا بدنا نحكي بالتعرفه، يعني مش تعرفي انه اليوم الضمان اذا واحد بده يدفع كل 3 اشهر لما هيك في ما كل في فصل، في فصل كل 3 اشهر اسمه الفصل، بيروح يسكر للضمان الاجتماعي. نعم. كان بالقبل ندفع على القديم، هلا بزيادات صار شوفير تاكسي كل 3 شهور، عفوا صار بده يدفع 1,250,000، ولكن كل 3 شهور، كل 3 شهور 1,250,000، ولكن بالمقابل ما زادوا تعويضات العائله. التعويضات العائله بقت مثل ما هي، حتى الادويه بقت مثل ما هي، الحكمه والاستشفاء بقي لحد الان مثل ما هو. اعطونا واحد ل 15 شهر ليحسبوا يضربوه بثلاثه او اربعه لحتى شوفير تاكسي يتحكم او ياخذ الدواء على الجديد. هيدا اذا لقيته، هيدا اذا لقيت الدواء واذا قدرت فتت مستشفى. في 90% من الادويه مش موجوده، و90% من المستشفيات مش عم تستقبل مضمونين للاسف. يعني للاسف. بالمقابل اليوم كمان، يعني بعرف انه الشوفيرين بحد ذاتهم، يعني اليوم اذا ما تنظمت كمان امورهم بالضمان، هالفوضى اللي بتصير، يعني بدهم ياخذوا معيد على المنصه، بدهم ستنا اليوم شو مفروض لو الضمان ما كان مثل خلق او معمول بطاقه صحيه، ما كنا وصلنا لهالمواصيل هيدي. اليوم شوفير التاكسي لو معه مصاري ما بيروح يقدم دواء، ما بيروح يوقف بالصف. اليوم شوفير تاكسي بدك تفوتيه على المنصه، ليش اي شوفير تاكسي هلا قادر يشرج التليفون تبعه؟ ثلاث ارباع المراكز ضمان في فوضى، لا عم وزعوا ارقام، بفوت مجموعات كبيره مثل ما هي، خاصه بكورونا كارثه الكوارث. اقل شيء مفروض مراكز الضمان توزع ارقام، كل انسان ياخذ رقم بس يجي دوله على الرقم يشرف يقرب. اكثر من هيك، انه شوفير تاكسي لو معه مصاري بيروح يقدم دواء لبعد سنه لحتى يقبض الفاتوره، وبتكون واحد قيمه الدواء وصغيره 4 مرات، راح تمشي بيكون راح الوسط الطبيه، لانه اذا انقطعت فوق 6 شهور بده يروح يجددها، بده يدفع مصاري ليجيب وصفه طبيه جديده. وين 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 التنظيم بالضمان؟ كل مراكز الضمان الاجتماعي، ان كان زحله، ان كان بيروت، ان كان طرابلس، كل المناطق، خاصة هلا صاروا عم يداوموا يومين او 3 ايام. طيب شوفير التاكسي اذا عايز، او المضمون اذا عايز شيء من الضمان الاجتماعي لعند مين بده يلتجي؟ يعني عندنا مشاكل بزحله، مشاكل الضمان عم يلموا تفاتر من الشوفيريه بنهايه النهار، انه هالدفتر اذا ضاع بده يروح يقدم محضر نيابه عامه. ليش ما بتوزع ارقام لهالشوفيريه؟ خاصه في قسم كبير بالاعمار ما في يوقف، لا في اي سيات ولا في كهرباء ولا في موتورات ولا في شيء، انه شوفير تاكسي او المضمون عم يقعد النهار كامل من الصبح من الساعه 7 عم يروح على الضمان، ما عم يخلص الساعه 1 2. الضمان كله بده تظبيط، كله بده مكنه، كله بده تنظيم. الافضل شيء بالضمان الاجتماعي يروحوا يشرفوا يعملوا البطاقه الصحيه، حاج بقى يكتبوا على الورق ويروحوا على الصيدليه لحتى يرجع يقدم دواء، يقدم البطاقه الصحيه للصيدليه، يخصم العلاه، ياخذ دواء يدفع الفرق شوفير تاكسي او المضمون ويفل على بيته. نقيبا ننتقل لنقل مباشر، بنرجع منتابع الحل عنا. منتابع الحل عنا مع رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض. بدي اوقف شوي معك بموضوع الضمان اليوم، يعني ذكرنا انه التعرفه بدها تغلق ابتداء من 15 ايلول. الرسم بلوتو مش التعرفه، يا ريت بيغلوا التعرفه بتصير مش على 1500. تعرفه الضمان، تعرفه الضمان وتعرفه الادويه بتصير على تدريبيه باربع مرات للمستشفيات. نعم. وباربع مرات حق الادويه. نعم. لكن هذا مش كافي، لانه اليوم الشوفير او المضمون ما بفي يغطي العمليه 80%،
هلا شو المضمون صار عم يغطي تقريبا 80% انعكست والضمان صار عم يغطي البقوة. ايه ما قدرني بقى نحن نغطي لانه هلا في شوفرية بدنا نعمل عملية لأهلهم ولأولادهم عم يطلبوا منهم فلاش دولار ومبلغ كثير عالي. هون المفروض الضمان الاجتماعي لو في عندنا دولة مثل خلق او عندنا محامين مثل خلق بيشيلوا دعوة على الضمان الاجتماعي لانه بالنهاية نحن عم ندفع لصندوق الضمان. هذه مشكلة الصندوق مش مشكلة المضمونين. مفروض الضمان يغطي ان شاء الله يكون الدولار 30,000 و40,000 مفروض الضمان يغطي على الاساس مش يغطي شوبير تاكسي 80% و85%. هلا انعكست صارت معكوسة عند الكل. نقيب كمان موضوع الضمان يعني اليوم عم بتعانوا من شغلي انا بعرف من سائقين بيتواصلوا معنا ومن هيك حضورك كمان اليوم كثير مهم تنجاوب. خلص دفتر السواقة هيدي مشاكل صرنا متصلين بساعات المدير العام عدد مرات مدير التنافع وتصلنا لا بالضمان الاجتماعي نعم استاذ كركي بالدكتور اسمر متصلين بمجلس الاداره انه يا جماعه الدوله اليوم النافعه مسكره اليوم في شوفري خلصت فاتر تبعهم بده جدد هون الضمان الاجتماعي عم يوقفوا 3 شهور على الضمان الاجتماعي بس يعني يلي ما جدد دفتر السواقه تبعه دفتر السواقه بيوقفوا له عم يوقفوا 3 شهور على الضمان. طيب هيدي مشكله الدوله هيدي النافعه اللي هي مسكره مش نحن ما رحنا جددنا الفاتر لهلا ما طلعوا القرار وامبارح انا كنت بالضمان في شوفاري عم وقفونا على الضمان 3 شهور. طيب هون مش عم يجاوب معكم استاذ بشارة اسمر دكتور عزيز الدكتور بشارة يحكوا مع المدير العام يعملوا قرار لهلا ما صدر القرار لهلا ما صدر بعد اتفقوا على قرار بس ما انعمل ما انعمل ولا اتحادات يعني استاذ بسام انا حكيت مع الدكتور اسمر وحكيت مع جورج حاج مع جورج علم انه على اساس يصدر القرار من 10 ايام لهلا القرار ما صدر يعني قديش في شوفري هلا اني قاعدين ما فيهم في عندنا تقريبا 15% من الشوفريه خلصت فاترون وعم يوقفونا بالضمان انا امبارح كنت مع شوفير بالضمان فتنا عند رئيس المركز بده يحاولوا تفتيش وقفوا 3 شهور على الضمان لحتى يرجعوا يمشوا عن جديد الضمان الاجتماعي هيدي مشكلة طبعا اكيد هلا بالضمان اكيد كارثه المحروقات مش كارثه يعني لو اندعمتوا يعني الى حد ما يعني اليوم اذا صارت بالفلاش عم ينحكى يعني اكيد مرتبطه بالتعرفي التعرفي بعدها مثل ما قلت لي 40-50 ألف بس اليوم معلش نقيب اليوم في فوضى كتير بالتعرفي يعني اليوم الراكب ما بعد يعرف قديش بده يرتفع صح قبل كنت تحدد من الدورة على جوني هالقد من الدورة على جبال هالقد اني لو عطوا من الدورة على الحمرة هالقد اليوم في فوضى لو عطونا ندعم للمحروقات كان بقي الراكب 15,000 و15,000 ما كنا وصلنا الراكب 50,000 و40,000 و30,000 بس في ناس مش عم تلتزم نقيب هذا اللي بدي اقول لك اياه يعني كل انسان عم ياخذ على ذوقه لانه على وزاره النقل هي مفروض تطلع التعريفه ولكن الوزير بيقول لك انا على اي تعريفه على اي سعر بدي طلع التعريفه طيب وانتم طيب. ما عنده كل مهنتكم من هالسياره شو بتعمل؟ ما هلا عم يطلع كل يوم البنزين 13,000 و14,000 طيب اذا عملت على العداد مثلا مثل برا على العداد مش افضل كانت مثلا؟ نتامل يا ريت يعملوا على العداد انطرحت يعني انطرحت من زمان ايه لعنا بلبنان ما بتمشي جربوها بمطار بيروت ما رفيق الحريري كمان ما زبطت لانه شوفاري صار يلعبوا بالعداد لا يقدروا يغلوا على 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 العزمونات نعم وهذا شيء ما بيجوز اكيد نحن اليوم بدنا من الدوله تطبيق القانون توقيف السيارات الخصوصيه توقيف المزور توقيف التوك توك توقيف الشركات الغير مرخصه مثل بولت مثل كريم صاروا عم يشتغلوا على تاكسي وعم يشتغلوا على الموتوسيكل هول نحن طالبين وزير الداخليه ووزير النقل ودوله رئيس الحكومه يعطوا اصدار مذكرات لقوى الامن لملاحقه السيارات الخصوصيه والمزوره والشركات التي تعمل على التطبيق بطريقه غير قانونيه وغير شرعيه لانه هل حاليا لا انا بعرف مين اصحاب الشركات حتى مدخول الشركات اللي عم يفوت بالدولار يعني هن غير شرعيين هن غير شرعيين مش غير مش مرخصين غير مرخصين من وزارتي الداخلية والنقل عدا عن هيك طيب اذا لا سمح الله صار حادثة راكب هيك مين ضمانته الشوفير لأن الشوفير مأمن مسور الشوفير بس هون الأموال اللي متفوت على الشركات عم تطلع الدولار دغري ديركت لبرا ديركت عم تطلع لبرا يعني هالشركات عم تاخذ دولار فلاش مباشرة للدول اللي برا بس لمين اصحابهم مين اصحاب الشركات وين مركز الشركات ما حدا يعني بيعرف يبار منهم ايه بالضبط هذا المطلوب من وزاره الداخليه يطبقوا لنا القانون لحتى نرجع نحن نظبط التعريفه ويعطونا بنزين لحتى نساعد المواطن نساعد نفسنا نقدر نكمل لانه نحن جزء من الشعب اللبناني شوفاري التاكسي ما بقى فيني يكملوا مثل ما هلا مكملين خاصه اذا هلا طلع المحروقات على دولار فريش يعني بدنا نجرب نحضر لمظاهره ولا اضراب ب
بكل الأراضي اللبنانية لحتى نجبر الحكومة يعطونا صفيحتين بنزين على سعر مدعوم مثل حيرة دولة عربية أو دولة أجنبية اللي عم نساعد السائقين المهمين، لأنه نحن جزء من الشعب اللبناني. بكرة جاينا شتي، عندنا مدارس، عندنا مزبوط، حتى يعني المنح هلا ما في، ما عم تاخذوا المنح، ما عم تاخذوا شيء، ما عم يعطونا شيء نهائيا، اخذوا منا مزبوط. يعني انتم دفعتوا ما عليكم ولكن ما عم شيء، ما اخذتوا ولا اي تقديمات ولا شيء. طب هلا اذا ما دفعت المنح المدرسيه، يعني اليوم المنح المدرسيه كارثه، لانه صارت كمان المدرسه الخاصه بالفريش مزبوط، وانتم عم تقبضوا بعدكم على 1005، على 1005 شو بدها تعمل يعني؟ هلا اذا بتروحي تشتري قطع غيار عم يحسبوا لك على 35 دولار. طيب شوفير تاكسي منين بده يعيش؟ حق المنقوش صار 25,000، واتفاقه كمان على الدولار، على الدولار. مع انه هي لازم تكون باللبنان، كله على الدولار. حتى انه شوفير تاكسي كيف الكاميرا وعائلته كمعيشه، علبه الكيلو اللبنه 60-70,000، اذا بدي اعمل ساندويتش لعائلته بده مصاري بلوي، ربطه الخبز 13,000، ساندويتش اذا بده ياكل شوفير تاكسي، ساندويتش فلافل 50,000، اذا بده يشتري منقوشه 25,000، كيف بدنا نقدر نكمل نحن كقطاع نقل؟ ومفروض قطاع النقل هو عم يجيب له مدخول للدوله اللبنانيه، نحن كسائقين عم ندفع ضمان، عم ندفع لمصلحه تجهيز السيارات والاليات، عم ندفع للمعاينه الميكانيكيه، حتى ما فينا نتحكم. الوحيدين سائقين التاكسي اذا ما مسكر الضمان تبعه ما في تحكم. طيب. غير الشركات نهائي. اليوم نقيم نحن بنعرف انه التعرفه بتوضع وزاره الاشغال العامه والنقل. في تعرفه ممكن اليوم يما بهال السوق المتحرك ما عم يقدروا يعملوا تعرفه ثابته بالسوق المتحرك حاليا بالمحروقات، وزاره النقل ما عم تقدر تعمل تعرفه. هذا المضبوط، هذا كان كلام وزير النقل اخر شيء، وانا برايي معه حق 100% يعني. بس نحن انجبرنا نعمل تعرفه. مين بيضبط السائقين؟ لانه اليوم راكب مع العمومه بيعرف العمومه، بس اذا بتطلع مع الخصوصه طيب انتم العمومه فيكم فيكم اذا حدا اتصل فيكم انا قبل فيكم تتحكموا بالموضوع اذا صار شيء بالزبط. بس مع الخصوصه ومع التيك توك، القوى الامنيه بتطبل قانون. طيب وني قديش حكينا بتوقيف الخصوصه؟ من سنين عم نحكي القوى الامنيه بتطبل، وفي قرارات صادره من وزاره التخليه، ليش ما بتطبق؟ ما بدها قانون ستنا، في قانون تطبيق قانون العمل وتطبيق قانون السير وتنفيذ القوانين اللي صادر عن وزير الداخليه، يتفضل وزير الداخليه ليش سحب المذكره اللي طلعها اخر ثلاث ايام؟ القوى الامن كانت عم توقف الخصوصي والمزور، عندنا مشكله الاجانب الايام السوري والمصري، هلا عم نشوف سريلانكي، عم نشوف هندي، عم نشوف. طب هيدا مين عم يعطيه سيارات؟ مش لبناني؟ لبناني على الضمان الاجتماعي ان يحاسب. نحن علينا نبلغ الضمان، ونحن مستعدين نبلغ الضمان، وفي لوائح بيننا وبين الضمان بوثقوا امن الداخلي، ولكن هل التفتيش المركزي بصندوق الوطني عم يلاحق الشوفريه يلي عم يروحوا اسماء من قوى الامن الداخلي؟ انا اكيد لا، لانه من على ايام الله يوجه له الخير اللواء بصبوص نعمل مذكرات نحن وياه كاتحاد، انه كل شوفير تاكسي بينكمش غير لبناني بينزل اسمه عند قوى الامن الداخلي ويبعثوا له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحتى يلحق شوفير لبناني. ولكن اللوائح عم تروح لعدة الآن، ولكن تفتيش الضمان عم يلحق شوفري التاكسي اللبناني اللي مأجرين سياراتهم أو لأنه من عم يلتزم عم يستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ يعني عم يسرق الضمان الاجتماعي وعم يسرق وبالنتيجة يعني ما حدا ربحان، يعني كله خسران، كله خسارة، راكب خسران دائما. يعني أنا اليوم بدي أحافظ على اللبنانية، بدي أحافظ على شوفير التاكسي الأصيل يلي فعلا عم يسوق السيارة وفعلا هو المضمون، يعني مش انا عندي نمره وروح ماجرها ب 600,000 بالشهر، ب 700,000 بالشهر، 100% يشارك الضمان الاجتماعي يحسبه. انا بدي اشكر حضورك معنا اليوم، يعني ضوينا على هذا القطاع المهم، على امل ان نستجيب وان يعني يكون في نظره لهالقطاع رحمه بالسائقين، لانه لقمت عايشهم من هالسياره، والراكب يلي اليوم كمان مش قادر بقى ياخذ سيارته الخاصه. وبحكينا عن الاوتوبيسات يلي اجت 50 اوتوبيس، كارثه، وهودي الكارثه الكبيره. كارثه. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.